هما معاه غدوه يجي ضدك بعد يرجع وفما يجي 100 رقبه جاوا ضدنا ومن بعد رجعوا وقبلناه خاطر مانيش المواطن التونسي الا نخليك تترماها في حضن الشركه هذه اللي لعبت بيك باش طيشك اي تونسي يخدم المطار هنا باش طيشه تاعهم بعد وهما يعرفوا الا كان مع المدير الفلاني يخدم معاه وما نجحلوش باش يحقق له باش يدخل المطار طيش وش بدنا سخرين وكانوا على حق في الكلام هذا يقولوه ونعاود نقولها للمره الاخيره يا ناس خلونا نناضلوا يا ناس خلونا نرجعوا حقنا راه هذا ملك الشعب تقول انت مش انت نعرفك ما تقولهاش اما فما ناس اخرى قول لك يا اخي انت ناس تكذب فما ناس تناضل ناس تكذب يا سيدي ناس ما تكذبش فماشي حتى خمسه من الناس باركت تناضل مازال فما خير وراهو المطار هذا يزنو يرجع للدوله المطار هذا يدخل في اللويز للدوله اليوم احنا في ثوره الدوله مستحقه اي بلد مش بعد 40 عام نرجعو هو في 3 سنين ردوا خراب يعني يعاون في الدوله سامحني هو في 3 سنين ردوا خراب مطار نفيضه صبت مطر غرب يقوم الناطق الرسمي بتاعها في تصريح يقول كل بنيه جديده فيها دفوات يخيك تسكن في دار جديده ما يقدرش عليك الماء هذا في عام نفيضه معناها ولا يقدر في الماء بعد 40 عام كيفاش تاخذ وين سيادة الدولة؟ وين سيادة الدولة؟ نعطي مطار كادو وين خاطر تجيب لي نفيضة؟ سيدي نصدقهم يعني 1000 مليون سامحني سيد الوزير جاوب ما تقدر ما كانتش عندنا دولة باهي كانت عندنا مافيا مصالح خاصة سيد الوزير سامحني توا باش تولي عندنا دولة والشركة ذي أتباع المافيا كيس سامحني بوراق الشركة ذي سامحني سيد الوزير الثورة جات كان على المشروع هذا وقفت ما نجمش معناها تتصرف معاهم برشا كي المحكمة الدولية، أنا مستحق لي فرنك يدخل بلادي. المعلومة ممكن عندك سيد الوزير ولا ماهيش عندك 42% من مداخيل الوسياء نتاع الجمهورية كل من مطار مستير. اليوم 6000 خدام نتاع الوسياء، سامحني. اليوم 6000 خدام نتاع الوسياء 2012 و2013 هذه المصيبة اللي باش تجي. أنا مش تعطيها البريمات نتاعها والروندمون وشهريهم 6000 خدام وقت اللي نحيت 42% من المداخيل. المداخيل المطار مفيضة 100% ماشيين للاتراك برا. ال 30 مليون وال 50 مليون اللي يخلص فيهم سي كوكس وسي ارشال وسي فلان وفلان يتصبوا الديفيز لبرا. وين ماشيين؟ ومازلنا نتفرجوا. جا فلان اي نوعدكم وتكلم ونوعدكم ونعطيكم وكذا. شو القرار اللي خذيته؟ ما نجم ناخذ حتى قرار والله يعني وقتي. شو معناها انا وقتي باش ناخذ قرار؟ سامحني شو معناها شو معناها في تونس راه ما عاد عندنا كان الوقت حتى قبل 5 سنين وقت سامحني كنا في حكم المؤبد توا ولينا في حكم الوقت سامحني اما وقتي من وقتي والله سامحني صرح اني وقتي ما نجم نعمل شيء كل نهار قاعد يمشي الدوسيات قاعده تتحرق في الوزارة كل نهار قاعد يمشي الاثار اللي طلعت من فيضه تخطات كومبليتمون وترزمت كل نهار قاعد يقدم الفلوس قاعده تسرق اكثر كل نهار قاعد يقدم يشري بزيد عباد وين ماشيين يا عباد فيقوا لتجريوا على البروموسيون تاعكم على الزياده الفم دو ميناج تاخذ في 210 دينار وقلبها متاكل وبز العصا امشي لغادي ارجع غادي برا روح انت وكي تمرض تشد الدار ما تلقاش من دخل فلوس بربي سيد وزير بربي سيد وزير كنت نجم قبل ما تحل قضيه المطار حل قضيه انسى هذوما بربي سيد وزير انا كي نكلمك لا ما تمشي تحطوني في جيبي ولا نعرقل في المديرين والمسؤولين ماني نعرقل في حد اني نهار تتهمونا قالوا انتم تدافعوا على شركتكم كذا برا سكروها الشركه احنا ما سكرنا حتى شيء احنا ما سكرنا شيء احنا وقت سكرنا ريستورانات البيتيا نتاعهم وقت اللي رجعوا الناس اللي يخدموا في البيتيا وصارت مناوشات بيناتنا قالوا ناس معناها مش تصبح بطاله والتعب لعبت بيهم وبعثتهم لنا الحم حي للمطار بعثتهم لنا برا يا توزي توزي تعاركوا غادي من بعد رخينا قلنا خلي الناس تدخل تخدم تو تتحل المشكله وخلي يحلوا ريستورانات يجي السيد كان محافظ امن اول في مطار مستير سي عادل العروي وبعد يولي محافظ امن اول في مطار النفيضه برونوت سيدي سامحوني وبعد راكوراته في البلد في الشرطه في اداره كنتو تنجموا تاخذوها وقريتها لكن ما نجموش يخرجوها سي عادل العروي